الحمد لله الذي تذلل إليه أيوب عليه السلام فقال: رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين. وتوسل إليه زكريا فقال: رب لا تذرني فردا وأنت خير الوارثين. وتوسل إليه يونس عليه السلام فقال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وتضرع إليه إبراهيم الخليل فقال: ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن. وشكره يوسف عليه السلام فقال: رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث. وشكره حضرة النبي صلى الله عليه وسلم وقال: وقل ربي زدني علما. فكانت الإجابة على وجه السرعة، فأنزل المولى سبحانه وتعالى قوله تعالى: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. سبحانك ربي وأنت القائل: يا ابن آدم إن أعطيتك الدنيا انشغلت بها عني، وإن منعتها عنك انشغلت في طلبها عني. فمتى تتفرغ لعبادتي وذكري وتوحيدي فوعزتي وجلالي. من لم ينعم بذكري في الحياة الدنيا لا ينعم برؤية وجهي يوم القيامة. أصلي وأسلم على هذا النبي المحمود الذي قرأ في أحد الليالي ذات يوم: فمن تبعني فإنه مني، ومن عصاني فإنك غفور رحيم. فظل يبكي وقال: يا رب، أتقبل شفاعتي في أمتي يوم القيامة؟ فقال له رب العزة سبحانه: وعزتي وجلالي لن نخذيك في أمتك يا محمد. والذي مدحك القائل فقال: قد من الله علينا إذ بعث الهادي أحمد، بالرحمة جاء إلينا فتهادى الكون وأنشد. أيها الإخوة المؤمنون، مواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم عميد عائلات آل رشيد رحمه الله وأسكنه فسيح جناته الحاج علي رشيد. أيها الإخوة المؤمنون، هيا بنا نعطر المكان بعطر القرآن الكريم، نعيش مع بلبل وكروان الوطن العربي القارئ الذي استطاع أن يبسط لنفسه رداء خاصا في تلاوته، والذي قد نترقبه قريبا عبر موجات الإذاعة المصرية مبتهلا في صلاة الفجر، فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، والذي أدعوه الآن إلى منصة التلاوة فليتفضل سيادته مشكورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج ۖ
وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح أجاج وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا. وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وصهرا فجعله نسبا وصهرا وكان ربك قديرا. ويعبدون من دون الله ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه ظهيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا. قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن
يتخذ إلى ربه سبيلا. وتوكل على الحي الذي لا يموت، وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وسبح بحمده وكفى به بذنوب عباده خبيرا. الذي خلق السماوات والأرض الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ست أيام ثم استوى على العرش ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن وما الرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تأمرنا وزادهم نفورا. وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن
أمرنا وزادهم نفورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا وعباد وعباد الرحمن وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما والذين يقولون رب
ربنا اصرف عنا عذاب جهنم ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات
وكان الله غفورا رحيما وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما الذين إذا ذكروا بآيات ربهم لم يخروا عليها صما وعميانا والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها تحية وسلاما أولئك يجزون الغرفة بما صبروا ويلقون فيها
تحية وسلاما خالدين فيها. خالدين فيها خالدين فيها حسنت مستقرا ومقاما. قل ما يعبأ بكم ربي لولا دعاؤكم فقد كذبتم فسوف يكون لزاما. صدق الله العظيم. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. ومن سورة الفرقان استمعنا إلى ذلكم العلم القرآني الإذاعي القارئ والمبتهل باتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بعزبة الزناتي مركز منيا القمح فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد حميدة، وبالأصالة عن عائلات آل رشيد أصحاب الأدب والمقام الرفيع، فهم يشكرون كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء، كما أشكر أصحاب الواجب في كل مكان الذين أتوا وجاءوا من شتى بقاع الأرض ليؤدوا واجب العزاء. أسأل المولى سبحانه وتعالى أن يتغمد راحلنا الكريم بواسع رحمته وأن يجعل هذه الليلة أسعد الليالي علي. كما أشكر أيضا صاحب الهندسة الصوتية ولؤلؤة الإنارة إدارة أحمد الصباغ، كما أشكر أيضا صاحب قصور الضيافة إدارة الحج علي الأسود والمقيم ببنتف. أشكر أيضا صاحب موقع خدمة النت العالمية والمصطحبة لعظماء القراء إدارة المهندس ناصر صلاح والمقيم بالزقازيق. أشكر واجب الضيافة إدارة الحج محمد القط والمقيم بالربعماية. وعلى لسان العائلة شكر الله مسعاكم ولا أراكم الله مكروها في عزيز لديكم. كما أشكر أيضا وكيل وزارة الزراعة الحج سمير غيث والحج عفيفي والذين وبالنيابة عن عائلات آل رشيد وبالنيابة عن المهندس عمر رشيد الذي يتقدم لحضراتكم بخالص الشكر والتقدير، كما يتقدم أيضا بخالص الشكر والتقدير إلى كل من أتى وجاء ليقدم واجب العزاء.